بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني، أهلا ومرحبا بكم على قناة STC. النهاردة إن شاء الله هنواصل الحلقة الثانية في سلسلة استخدام نماذج الشموع اليابانية مع التحليل الفني الكلاسيكي. كنا في المحاضرة الأولى قد تناولنا موضوع الدعوم والمقاومات، وعرفنا الدور الكبير الذي تلعبه نماذج الشموع اليابانية عند مناطق الدعم والمقاومة. واليوم إن شاء الله نواصل الحديث في نفس السلسلة، حيث نتناول في محاضرة اليوم استخدام نماذج الشموع اليابانية مع خطوط الاتجاه، على اعتبار أن خطوط الاتجاه ما هي إلا مناطق دعم ومقاومة، لكنها تتخذ الشكل المائل. نقدر نقول عنوان محاضرة اليوم: كيف نوظف النماذج للشموع اليابانية مع خطوط الاتجاه. هذا هو ما سنتعرف عليه في محاضرة اليوم. والآن، ما هي أسس رسم خطوط الاتجاه؟ والسؤال بصيغة أخرى: ما هو الأسلوب الأمثل لرسم خطوط الاتجاه على الشرط؟ رقم 1: رسم خطوط الاتجاه يفضل أن يستند لآخر نقاط في ذيول الشموع ويشمل أكبر عدد ممكن منها، فهي تعبر عن مستويات الارتداد المهمة. يعني لو أنت مركز معايا في هذا المقطع، في المحاضرة السابقة لما تكلمنا عن الدعوم والمقاومات قلنا أنها ترسم وفقاً لطول الذيل في الشمعة ووفقاً لاتجاهه. لكن بالنسبة لخطوط الاتجاه، هنحاول نركز خط الاتجاه على نقطة في الذيل، خصوصاً إذا كان هذا الذيل في حد ذاته تابع لشمعة انعكاسية. بهذه الطريقة رسمنا هيكون أحسن وأقوى، ونستخدم فيه نماذج الشموع اليابانية، وهنشوف حالا دلوقتي أمثلة على هذا الموضوع. رقم 2: كلما زاد عدد الاختبار لخط الاتجاه بشكل عقلاني، كلما كان فيه احتمالية للمتاجرة في هذه المناطق سواء بالبيع أو بالشراء. نفس الفكرة اللي اتكلمنا فيها على الدعوم والمقاومات. أيضا رقم 3: من المهم جدا الانتباه لشكل الشموع اليابانية عند مناطق الاختبار. رقم 4: يتم التداول وفقا للنماذج التي تتشكل عند مناطق اختبار خط الاتجاه، وليس بمجرد وصول السعر إليها مثلما يفعل الكثير من المتداولين وخاصة المبتدئين منهم. المثال الأول على رسم خطوط الاتجاه: لو بصيت على الشرط اللي قدامي ده، يلا بينا نرسم خط اتجاه وفقا للشموع الانعكاسية التي تحمل ذيل طويل يدل على المقاومة واحتمالية النزول أكتر. لو رسمناه هيطلع بالشكل اللي ظاهر قدامي ده. لو تاخد بالك أنا رسمته إزاي، من بدايته أنا ارتكزت على الدوجي من الدرجة الأولى، في المنتصف كمان فيه دوجي ارتكزت على ذيلها، في المنطقة الثالثة ارتكزت على ذيل شمعة الشهاب شوتينج ستار. وزي ما احنا عارفين ان اقل عدد ممكن ارسم بيه خط مستقيم هو نقطتين، والثالثة النقطة الثالثة بتكون للتأكيد. طيب، ممكن متداول يسأل: هل لو رسمت خط اتجاه لامس اجسام الشموع يا ترى هيبقى خط حقيقي، خط اتجاه صحيح ولا غلط؟ عمليا مفيش اي مشكلة، ولكن لو تكلمنا كمستويات ارتداد واختبار فأكيد أن المناطق التي ترتكز على الذيول هتكون أفضل وأقوى من التي ترتكز على الأجسام من حيث النتائج في الارتداد والاختبار. طيب، بعد ما رسمت خط الاتجاه، إزاي ممكن أدخل صفقة باستخدام هذا الخط مع توظيف نماذج الشموع اليابانية؟ طيب، أنا لو بصيت على الشارت عندي 3 مناطق، لو حبيت أن أتداول من خلال المنطقة الثانية، لو ركزت فيها شوية هلاقي قدامي فيه نماذج شموع انعكاسية عاكسة للاتجاه الصاعد، ذيولها لمس خط الاتجاه. يعني عندي مثلا في هذه المنطقة في القمة ذات الأبراج تاور توب، وعندي كمان قمة ملقاة ويزرز توب، وعندي الرجل المشنوق هانجينج مان، كلها موجودة عندي في هذه المنطقة، وكلها كمان نماذج عاكسة للاتجاه. طيب، مثلا لو حبيت أتداول وفقا لنموذج الهانجينج مان، الشمعة اللي باللون الأخضر دي
يمكن اعتبارها شمعة رجل مشنوق هانجنج مان، فأنا دخولي هيكون بعد الشمعة التي تغلق تحت الظل السفلي لشمعة الهانجنج مان، يعني ممكن أدخل عند الشمعة اللي مكتوب عندها كلمة ادخل بيع. بالطريقة دي أنا ببقى بستفيد من نماذج الشموع اليابانية وبدخل صفقات أكثر عقلانية ولها أسبابها المنطقية المقنعة، يعني لو حد سألني بناء على إيه أنت دخلت الصفقة دي صفقة بيع، أقدر أقنعه بأن هذا التحليل ممكن يكسبني لأني داخلها على أساس تحليلات أنا فاهمها وليس دخول عشوائي، ودي يبقى اسمها متاجرة وغير كده يبقى اسمه مقامرة. نفس الشيء اتكرر معايا في المنطقة الثالثة، موجود عندي شمعة الشهاب شوتينج ستار، ذيلها لامس خط الاتجاه، هي أساسا شمعة عاكسة للاتجاه الصاعد، وهنا أنا عندي الاتجاه هابط، ممكن أدخل صفقة بيع بعد شمعة التأكيد التي سوف تغلق تحت الظل السفلي لشمعة الشوتينج ستار، هدخل عند المستوى اللي مكتوب عنده كلمة ادخل بيع. المهم نكون فهمنا هذا المثال ازاي انا طبقت عليه نماذج الشموع اليابانية اللي انا اتعلمتها في الكورس اللي فات مع خطوط الاتجاه. طيب المثال اللي فات ده كان في حالة الترند الهابط، يلا بينا دلوقتي نشوف كمان مثال في حالة الاتجاه لما يكون صاعد. مبدئيا رياضيا معروف ان الخط المستقيم يرسم بنقطتين والثالثة للتأكيد، بالنسبة لي انا كمتداول بحاول اشوف منطقتين فيهما شموع يابانية، عند منطقة دعم نرسم وفقا لها خط اتجاه لأعلى، هيطلع معانا الاتجاه الصاعد بالشكل اللي ظهر معايا ده. طب ازاي انا رسمته؟ ارتكست على ذيل اول شمعة اللي هي شمعة المطرقة الموجودة في المنطقة الاولى، وبعدين ارتكست على ذيل المطرقة الثانية اللي موجودة في المنطقة الثانية. طيب لو رسمت خط الاتجاه يمر على هذه النقطة وهذه النقطة اللي بعد النقطة الاولى مباشرة، هل هذا الخط يعتبر خطأ؟ طبعا يعتبر خط اتجاه صحيح ومفيش اي مشكلة، ولكن احنا بنحاول نرسم عند مناطق تحمل ارتداد بشكل اقوى، وكلما تواجد عندها شمع انعكاسية اصلا بيكون افضل. لاحظ الخط اللي احنا رسمناه وفقا لشمعتين انعكاسيتين سابقتين، السعر لما ظهر هذا الخط مرة اخرى بمجرد ما وصل اليه، بمجرد ما وصل السعر لهذه المنطقة مباشرة، كان فيه شمعة بزخم عالي تدل على أن هذا الترند قوي جدا حتى هذه اللحظة. إذا هذه هي الطريقة اللي احنا بنستخدم فيها الشموع اليابانية مع خطوط الاتجاه. أهم حاجة لما أجي أتداول لا أتسرع في دخول الصفقات سواء بالبيع أو بالشراء، مش بمجرد ان السعر وصل لهذه المنطقة رقم 2 قوم نشتري على طول، لا استنى لما نتأكد الاول من خلال الشمعة التأكيدية، تجي لي شمعة تأكيدية اعرف من خلالها اذا كان السعر سوف يواصل في نفس الاتجاه ام لا. يعني مثلا في المنطقة رقم 2 عندي نموذج ابتلاعي انجلفينج، تخيل انت راسم خط الاتجاه وفقا لهذه النقطة عند المنطقة رقم 1 ووفقا لهذه النقطة عند المنطقة رقم 2، وفجأة يظهر لك نموذج انجلفينج يدعم الصعود في نفس الاتجاه، اكيد انت هتدخل صفقة شراء لان النموذج الابتلاعي هنا صعودي، شمعة خضراء ابتلعت الشمعة الحمراء التي قبلها بكاملها، وده بيأكد لي ان استخدام النماذج مع الاتجاه بيدعم الصفقة ويقويها، وده بيورينا قد ايه قيمة استخدام نماذج الشموع اليابانية مع خطوط الاتجاه ومع الدعوم والمقاومات ومع القنوات السعرية زي ما هنشوف في المحاضرة القادمة ان شاء الله. في نقطة كمان حابب اضيفها، لو خدت بالك موجود عندي على الشارت الفجوة السعرية متشكلة في هذه المنطقة المظللة باللون الاصفر، قلنا قبل كده من خواص الفجوة السعرية انها نموذج تكمل في معظم الحالات اتجاه السابق لها، يعني هذا الاتجاه اللي كان قبلها اتجاه كان صاعد وبعدين حدثت الفجوة السعرية اصبحت في هذه الحالة مستوى دعم مهم جدا، فهذا دليل ومؤشر لي كمتداول ان انا ممكن ادخل صفقة شراء من بعد هذه الفجوة مباشرة. عايز اقول كلمة في نهاية المحاضرة، أن فهمك الجيد لنماذج الشموع اليابانية وكيفية استخدامها مع الدعوم والمقاومات وخطوط الاتجاه والقنوات السعرية هيغير طريقة تداولك بنسبة 180 درجة، وخصوصا في تعاملك مع التحليلات الفنية ومع التوصيات اللي انت ممكن تستغلها وتمشي على أساسها. وإلى هنا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم، إلى أن ألقاكم في المحاضرة القادمة.
لكم خالص تحياتي. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.